سامعني، فضلنا نشوف ازاي نحط فاميلي معينة في المشروع من خلال النقط بتاعتي. يعني ممكن لو عندك مثلا احساسات معينة فالريفت مش جاي معاك الاحساسات دي، فتقدر تحطها من خلال الداينامو. اجي هنا هقول له فاميلي، طيب اهيت، طيب نختار فاميلي من هنا. تقدر تختار اي فاميلي انت عايزها، هو اوتوماتيك هيحط لك نفس الفاميلي اللي انت اخترتها. طيب وبعد كده هقول له ان الفاميلي ديت instance by point اهيت. هو محتاج بقى مني نقطتين، ان انا اديله فاميلي طيب، وان انا اديله البوينت باي كوردينيتس اللي هي دي الاكس واي والزد، تقدر تعدل فيهم نمبر براحتك. طيب الكلام ده عايزه يبدأ يتحول هنا، هو انا حاطط النقطة بس لسه ما حطليش الحاجة الفاميلي بتاعتي هنا. فهاجي هنا هقول له element geometry element geometry اللي انا هكتبها هنا. element geometry بنستخدمها عشان تبدأ تشوف الحاجة اللي انت اخترتها في قلب الريفت. طيب اللي حصل ايه، ان انا عامل زوم او البرنامج عامل زوم على الفاميلي 00 فغطت علينا اهي. اوتوماتيك الفاميلي اللي انا اخترتها ظهرت هنا. يعني لو جيت اخترت فاميلي تانية هي الفاميلي هتبدأ اوتوماتيك يختار الفاميلي اللي انت هتختارها. مثلا اخترنا فاميلي ثانية، لاحظ هنا في الريفت اتغيرت اهي. فدي بقت خلاص، انت تقدر تعمل دلوقتي اي فاميلي تحطها من خلال النقطة